بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ النهارده باذن الله هكلمكم على برنامج السستينابل انرجي او الطاقه المستدامه. ليه الناس بداوا يفكروا في الطاقه المستدامه؟ لو ايه ان 7 مليون شخص كل سنه بيموتوا بسبب التلوث، و 50% من تلوث الهواء اللي حاصل من الحرايق والافران الطبخ اللي هي معيوبة أو فيها مشاكل وغير مطابقة للمواصفات. فلجأت الأمم المتحدة مع منظمة الصحة، كلهم اتحدوا وبدأوا يعملوا حاجة اسمها ايه؟ السستينابل، برنامج السستينابل انرجي أو السستينابيلتي أو الاستدامة. وده كان عبارة عن 17 معيار. هما بدأوا يمشوا في 17 اتجاه. حلو. المحور السابع منهم كان على السستينابل انرجي، وهو كان هدفه ايه؟ ضمان وصول الطاقة النظيفة والمستدامة وبأسعار رخيصة لخدمة الزراعة، التنمية الزراعية والبيزنس، الأعمال والكوميونيكيشنز، الاتصالات والإديوكيشن، التعليم والترانسبورتيشن اللي هو النقل، والإيه؟ والهيلث كير أو الرعاية الصحية. وقالوا احنا عايزين في خلال 2030 أو خلال السنين الجاية دي، كان هو البرنامج 2020 ل 2030، اوكي، ان هم يوصلوا يعني يخلوا ان يعني حوالي 2 مليار شخص، يعني اللي هو يعني احنا تعداد العالم مثلا 8 مليار، يخلوا مثلا 6 مليار يبتدوا يعتمدوا على الطاقة النظيفة، وهيتفضل 2 مليار هيعملوا خطة بعد كده عشان يعملوها. وبالنسبة لهم الدول النامية، هما ليه بيصرفوا في الدول النامية المنظمات دي؟ لأن هما بيقولوا إن الدول النامية دي هي ممكن تبقى سبب خراب الكوكب الأرض، فعشان كده بيصرفوا على المشاريع دي في الدول العالم النامية عشان يقدروا يعلوا الثقافة الصحية، الثقافة، الاستخدام الحاجة. فكان التوجه لهم ان هم يوجهوا ابحاثهم او شغلهم في الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح والطاقه الحراريه. ولازم الدول دي كان الحل عندها انها تتحول بسرعه من الطاقه التقليديه اللي هي معتمده على الفحم والبترول الى الطاقه النظيفه، ويدوها اولويه في الاستثمار. فاي حد كان بيقدم لحد دلوقتي ولحد سنه 2030 اي بروجكت او اي مشروع بحيث يعمل ده، غالبا بيتوافق عليه من الحكومات ومن المنظمات الخارجية. طيب انواع الطاقة المستدامة ايه؟ اول طاقة هي طاقة الشمس او السولار انرجي، الطاقة الشمسية. ودي بتستخدم ازاي؟ بيبقى فيه الواح اللي هي سولار بانلز او سولار سيلز، الواح الطاقة الشمسية، بتحول الطاقة الشمس او طاقة الضوء بتاع الشمس الى طاقة كهربية. هنا المجال الابحاث فيها جميل قوي. ليه؟ لان هو ده كمان ده المجال الاولاني او التوب بتاع السستينابل انرجي اللي هو السولار انرجي. ليه الابحاث شغالة؟ عشان ده هو التوب. طب الابحاث شغالة في ايه؟ ان هو يعلي الافشنسي او الكفاءة بتاعة الالواح الشمسية، ان هي لو نازل عليها طاقة ضوء مثلا 100%، اللي بيتحول مثلا 20% لطاقة كهربية. لا، هم عايزين يرفعوها ل 30 ل 40 ل 50، فبيغيروا في نوع المواد المستخدمة في البانلز دي او السولار بانلز عشان يقدروا يعلوا الافشنسي او يعلوا الكفاءة بتاعت الالواح الشمسية. تاني حاجة الابحاث شغالة على البطاريات، الباتريز او الكاباستورز. لما الطاقه دي بتتولد بتتخزن فين؟ في بطاريات اللي انتوا كانكم بتصوروها الباور بانك، اوكي. فالابحاث كلها شغاله حاليا ان هي بتطور البطاريات دي بحيث تعلي الكباستي، بحيث يبقى حجمه صغير والكباستي بتاعها كبير، اوكي، يعني بحيث تخزن طاقه كبيره، اوكي. طيب تاني نوع من الانرجي الهايدرو باور او الطاقه الكهروميكانيكيه. دي اللي هي معتمده على طاقه حركه المياه
بتولد الطاقة الكهربية، يبقى حركة المياه هي اللي بتولد حركة كهربائية. زي الدامز، السدود، زي السد العالي عندنا، المياه بتخش من ارتفاع عالي بتنزل على توربينات بتولد ايه؟ طاقة. تاني حاجة حركة المياه، الويفز بتاعت المياه، موجات المياه، وحركة المد والجذب. وطبعا دي طاقة مستدامة قديمة قوي والناس كانوا عارفينها من زمان. الويند باور أو طاقة الرياح، دي عبارة عن الرياح بتيجي في مناطق فيها رياح، بتحرك زي مروحة كبيرة فيها بليدز أو ريش كبيرة متوصلة بماتور، الماتور ده لما بيلف حلو بيولد إيه؟ أو الداينامو زي ما أنتم بتسموه، بيولد كهرباء وبتتخزن. دول بيعملوا إيه؟ بيعملوا زي مزارع طواحين هواء، إن هم بيجيبوا مناطق، بيشوفوا مناطق فيها رياح طول السنة، بيحطوا العواميد دي أو الطواحين دي، وبتفضل طول السنة بتولد كهرباء وبيبقى نسبة إنتاج الكهرباء بتاعها عالية. جيوثيرمال أو النوع الرابع من الطاقات، الجيوثيرمال دي الطاقة الحرارية الأرضية، إن هو بيشوف الطاقة اللي طالعة من الأرض بيحاول يسخرها أو يحاول يولد منها كهرباء، فبيحفروا آبار بتطلع ستيم، بيبقى فيه ستيم لأن درجة حرارة الأرض عالية، فبيبقى فيه مناطق فيها ستيمز عالي، أوكي؟ فبيبتدوا يحطوا الستيم ده طالع يعدي على مولدات فيحركها. النوع الخامس البايو انرجي او البايو ماس، ودي عباره عن ايه؟ ان هو بيحول طاقه الفضلات بتاعه الطعام او الاكل، حلو، اللي هي الكمامه اللي احنا بمعنى صح، حلو، مش شرط الاكل بس، حلو، لطاقه والشجر لطاقه ايه؟ حيويه او ايه؟ طاقه بيولوجيه، عن طريق ان هم بيعملوا حرق بطريقه معينه فبيطلع انرجي، الانرجي دي بياخدوها ايه؟ بتطلع الكتريستي ويخزن ايه؟ الطاقه دي. وطبعا في حاجه اسمها البايو فاول او الوقود الحيوي، ده اللي ممكن يشغلوا بيه ايه؟ العربيات، القطاره، الطيارات، الحاجات دي كلها، ودي الابحاث شغاله فيها الى الان. اوكي؟ طيب ايه الوظائف اللي ممكن تقابلك او ايه ان انت تكون متاحه لك لو انت اتخرجت من برنامج سستينابل انرجي؟ طبعا المسمى بتاعها بيبقى مهندس طاقه متجدد. مهندس طاقة متجدد ده بيشتغل في مصانع الألواح الشمسية اللي بتنتج الألواح الشمسية، صيانة الألواح الشمسية، تركيب الألواح الشمسية، حلو؟ ممكن في المفاعلات النووية، شركات الكهرباء، محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، كل ده تبع سستينابل انرجي أو تبع اسم إيه؟ خبير إيه؟ الطاقة المتجدد، تطوير بطاريات التخزين، كل ده بيندرج تحت الاسم ده. طبعا ممكن بعد كده يطلع مسميات تانية، اوكي؟ فرص العمل فيها كتيرة، عشان كده المرتبات بتاعة الحاجات دي كلها عالية. هديكوا امثلة مثلا في كذا دولة. مصر مثلا على سبيل المثال مرتب مهندس طاقة متجددة مرتبه لو هو بادئ شغل من 180 ألف جنيه في السنة لحد 320 ألف جنيه في السنة. طبعا 320 ده بياخدها الخبير، اوكي، واحد عدى عليه مثلا 5 6 سنين في مجال الطاقه المتجدد. مثلا الامارات خبير الطاقه المتجدد بياخد من 210 ألف لحد 370 ألف درهم اماراتي سنويا. السعوديه من 160 ألف لحد 290 تقريبا 300 ألف ريال سعودي. كندا وامريكا شبه بعض، تقريبا من 80 ألف لحد 140 ألف دولار أمريكي أو كندي، الفرق ما بينهم مش كبير. فطبعا البرنامج ده واعد، ولسه مصر حاليا بدأنا نحط حجر الأساس بتاع المفاعل النووي، بدأنا نشغله، في عندنا حقول غاز طبيعي، في أنت ممكن بقى في أفكار ممكن خريجين النظام ده أو البرنامج ده يعملوا شركة متكاملة، واحد خاص بالتصنيع الألواح الشمسية، واحد خاص بتطويرها، واحد خاص بتركيبها، واحد خاص بأبحاث البطاريات أنواعها، كل ده ممكن يتعمل كتيم وورك، مثلا مكون من 10 أفراد، ممكن العشر أفراد دول ممكن ما يحبوش مثلا سولار إيه إنرجي، ممكن يعملوا مصنع بايوماس، إن هم يحولوا بواقي الطعام وبواقي الحاجات دي
ليه؟ لطاقة حيوية. فالمجال واسع، انت ممكن تشتغل كشغل تبع الدولة او تبع شركات خاصة او شغل خاص بيك، انت ممكن تعمل ايه؟ استثمار خاص بيك. والمجال ده واعد جدا جدا جدا، واتمنى لكم التوفيق.